واختار ست ست تعرف تتكلم معاها ست تاخد تاخد رايها في شغلك دماغها حلوه مثقفه متعلمه زي زيك يعني ما تختارش ست تمثال ست يعني انا بشوف رجاله بستغرب احنا في العصر ده لسه في وعشرين وبيقول لي انا عايز واحده تقعد في البيت بس وتربي العيال طب يعني ايه يعني ايه الاختيار هتختاره بناء على ايه يعني دي تمثال مهي. بقى جبت تربي العيال في البيت دي آه. اوكي زي ما قلنا في الاول خالص لازم تبقى هي اصلا جاهزه لده آه. اوكي مش كل الستات اللي هتتجوزها هي جاهزه انها حضرتك تحطها في البيت متفقين ولكن في ستات زي ما مثلا بنشوف فنانين كتيره ومشاهير كتير جدا هي ناجحه قوي في شغلها اول ما تتجوز وتخلف، يعني انا فاكر اكتر من فنانه آه. كان كذا لقاء قالت انا الترتيب كان رقم واحد عندي للبيبي ده، صح. لازم اطلعه سوي وبعد كده الشغل مش هيطير، صح. حياتي مش هتطير، فدي اصلا طريقه تفكير محتاج انك تدور عليها، م. فالفكره مش في انها تبقى ناجحه بس في شغلها ولا هي ست بيت بس، لا هي محتاجه تبقى ناجحه فكريا اصلا بالزبط. عندها وعي، فاهمه القيمه بتاعه الاسره وتبقى من اولوياتها ان لان اي حاجه بتيجي على قيمه الاسره سواء عند الراجل او عند الست في الغالب ده بيعمل جاب بين الاثنين وبتتهد مع الوقت صح ولازم اختار ان يبقى رقم واحد انا عايز اعمل بيت طبعا لان فعلا في ستات كتير ناجحه جدا في شغلها بس لما بتيجي تتجوز هي مش من اولوياتها البيت وتلاقيه تقول له انا مش عايز اخلف دلوقتي انا عايزه مثلا كام سنه فهو يعترض لا انا عايز اخلف طب ما انت واخدني ناجحه طب ما انا صاحبه شركه طب او يوافق وبعد كده يعترض او يوافق وبعد كده يعترض يجي في الاول يقول لها اه اللي انت عايزاه وبعد كده يقول لها لا انا 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 مش عايز كده ونفس الحكايه في رجاله بيبقى رقم واحد عندها الشغل ما هو ما هو كل الناس بتشتغل لكن ما ينفعش يبقى رقم واحد شغلك بالظبط ما ينفعش رقم واحد شغلك دي بتلاقيه في البيت رامي البيت كله ومسؤولياته كلها صح. على الست لان هو اناني هو عايز شغله ونجاحه وحياته هو بس ده بيجي بقى منين من إن الراجل والست بيتجوزوا في الغالب ده بيحصل في سن مفهوش خبره ومفهوش وعي. اه. فبنكبر دماغنا وأنا هغيرها وهي تغيرني والحياه هتمشي. أوه. لما بنكبر ووعينا بيختلف تلاقي دايما الراجل يقول لك أنا عايز واحده تفهمني. اه. تفهم دماغي. تحتويني. تحتويني. أوه. تفهم تفكيري. طب في الأول كان بيبص بالمرايه بتاعت أنا بحبها وهي دي وهي أجمد واحده في الدنيا أنا شفها شفتها عيني وارتحت لها بلا بلا بلا. تيجي الست نفس الكلام. ده أكتر حد في الدنيا حنين عليك آه. بس هي أخدت الحنية الظاهرية المزيفة مش الحقيقية آه. الحنية المزيفة اللي بتظهر وقت المشاعر والحب والخروجات آه مش وقت المواقف القوية أنه يبقى حنين عليك وقت ضعفك وقت ما بتحصل مشكلة كبيرة وقت ما بيحصل خلاف قوي ما بينكم ومن الحاجات المهمة اللي بنقولها للناس من الحاجات اللي بتميز شريك الحياة هي إحنا بنختلف مع بعض إزاي احنا عملنا كده بالزبط. ان في وقت الخلاف ده ازاي نختلف؟ بالزبط. يعني ازاي نقعد مع بعض ونقول ان احنا لما نتخاصم المفروض اعمل ايه؟ يعني المفروض أسيب لغايه ما تهدى ولا المفروض اتكلم معاك ولا يعني لازم نفهم بعض حتى في اوقات الخلاف الخصام ده لوحده دي كارثه لو ما عرفناش نتفاهم مع بعض وقت الخصام لا لان حين. ده بيفضل يعمل تراكمات تراكمات لغايه ما في الاخر ما بنعرفش نتكلم خالص مع بعض من المشاكل كمان اللي بتظهر ان احيانا بنطلب من شريك حياتنا يعني من اكثر الجمل الجميله اللي قريتها لدكتوره نفسيه ان احنا بنطلب من شريك حياتنا الممكن العادي الحاجات العاديه بس أوه. ممكن ما يبقاش جاهز ليها. أوه. فممكن اطلب من زوجتي انها تخلف دلوقتي هي مش جاهزه ده عادي جدا عادي. ده حق مشروع لكن هي فكريا ونفسيا مش جاهزه. مم. ممكن اطلب من جوزي نسافر حته معينه او ننقل في في بيت تاني ده عادي حق مم. مشروع لكن هو نفسيا ولا ماديا مش جاهز لده. تمام. فاحيانا من اكبر مشاكل الجواز ان احنا ممكن احيانا نكون بنطلب الممكن لكن الطرف الثاني مش جاهز لتحقيق الممكن مش جاهز بالظبط